لشكل هندسي أيقوني مستوحى من فن العمارة النجدي، ليكون وجهاً جديداً ومعلماً حضارياً عالمياً تحتضنه مدينة الرياض، والذي يتجسد في المكعب الواقع في المربع. جاء ذلك المشروع برؤية طموحة تتجدد فيها قصة المربع، قصة بين جد مؤسس وحفيد ملهم، لتعود تسمية المربع للقيمة التاريخية آنذاك لقصر المربع، والذي كان إحدى الوجهات السياحية العريقة بمدينة الرياض، وأحد أبرز نقاط التحول والتنمية العمرانية، والتي أنشأها المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه عام 1936، ليكون مقراً لسكنه مع أفراد أسرته، وديواناً يستقبل به زعماء ورؤساء دول العالم. المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله لتطوير المنطقة لعمل أكبر داون تاون عالمياً بمدينة الرياض، ساعياً من خلاله على أن تحقق مستهدفات الرؤية الاستراتيجية بأن تكون الرياض إحدى أكبر 10 اقتصاديات في العالم. كما يسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال سعودي، والمتوقع انتهاؤه بحلول عام 2030. يقع مشروع المربع شمال غربي مدينة الرياض على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد الحيوية، وعلى مساحة تجاوزت 19 كيلو متر مربع. يضم المشروع متحفاً مبتكراً وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أكثر من 80 منطقة ترفيهية. كما يقدم المشروع تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في آن واحد، يعتمد في تصميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع جودة الحياة، ويوفر المساحات الخضراء ومسارات المشي، كما يعزز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المختلفة. وتأتي أيقونة المكعب الواقعة بالمربع بارتفاع يصل إلى 400 متر من كل الاتجاهات، ويضم بداخله برجاً ليكون وجهة للضيافة، ويحتوي على عدد من العلامات التجارية والمعالم الثقافية الجاذبة للزوار، ويقدم تجارب وعروض تقنية استثنائية عبر تقنية التصوير الهولوغرافي